حديث فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها أبدا، والروم ذات القرون أصحاب بحر وصخر، كلما ذهب قرن خلف قرن مكانه، هيهات إلى آخر الدهر، هم أصحابكم ما كان في العيش خير. هذا الحديث معناه أن فارس تقاتل المسلمين مرة أو مرتين ثم يبطل ملكها، أما الروم فهم قرون يتبع بعضها بعضا، أهل صبر إلى آخر الدهر، يعني أنهم أصحابكم وأن فيهم السلطة عليكم أيها العرب. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، لكنه حديث مرسل لأنه من قول ابن محيريز، وهو عبد الله ابن جنادة ابن وهب الجمحي المكي من الثقات، مات 99 للهجرة، وهو تابعي، فيكون هذا الحديث من تابعي ويكون مرسلا ويكون ضعيفا، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الحديث مرسلا من مراسيل التابعين، مرسل التابعي ضعيف، وبالتالي فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،